لاحظت في فترة زمنية مفقودة في واحد عارض داتا مخصصة للصناعات الحربية داخل الدارك ويب يقول خدت الجهاز هذا ورحت عند شنطتها دور بطاقة وامسح السلام عليكم مساء الخير يا جماعه الخير كيف حالكم طيبين ان شاء الله اول شيء يا جماعه الخير الله يعطيكم الف مليون تريليون عافيه حرفيا على الكلام الايجابي اللي قاعد اشوفه في الكومنتات واقراه واغلب الكلام الجميل حرفيا اللي قريته اضغط عليه زر القلب الله يسعدكم يا رب سعاده ما بعدها سعاده اليوم يا جماعه الخير عندنا قصه من العيار الثقيل مثل ما تعودنا يا جماعه الخير في القصص انها تحكي لنا احداث في الماضي تخلينا نحذر منها في المستقبل القصص عالم جميل في هذا الكون قبل ما نبدا في قصه اليوم حبيبي عزيز المتابع لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة باقي لنا شوي على المليون متابع نبغى الدرع يا جماعة خير ونحطه جنب ال مليون هذاك اللي هناك اللي فوق الشاشة ثاني شيء صلوا على اشرف الخلق نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم القصة هذه ما راح اقول انها ممكن يوم من الايام تصير فيلم ولكن اللي اعرفه واللي قريته خلال الثلاث ايام اللي راحت ان القصة هذه جبارة لابعد درجة يلا خلنا نبدا في قصة اليوم قصة اليوم يا جماعة خير ترجع لشخص اسمه خالد خلني اقول لكم عن عائلة خالد شوي اول شيء خالد هو مخلص المرحله الثانويه وبرضه اسره خالد يا جماعه الخير مكونه من اب وام وولدين وبنت يقول خالد انا كنت الاصغر في العائله ويلا خلينا نبدا ندخل في القصه يقول خالد انا تخرجت من الثانويه بمعدل ممتاز وكان معدلي يقدر يدخلني اكثر الاشياء اللي انا ابغاها ولكن قلت في اول سنه بعد الثانوي ابغى اريح وارتاح شوي من الدراسه برضه اخذ اجازه من الدراسه هذه كلها اللي درستها عشان اكون مستعد للجامعه يقول خالد عندي اثنين من اخوياي واحد اسمه مالك والثاني اسمه ساعد. وكلنا متبعين نفس الاسلوب قلنا بعد الثانوي يا عيال نبغى نريح ولا نبغى ندرس مده سنه كامله وراح ندخل جامعه سوا يقول مهم اتفقنا على هذا القرار ان احنا ما نغيره نهائيا يقول لدرجه كنا اصلا نذاكر في ثالث ثانوي سوا خلاص معتمدين النظام هذا اول ما نتخرج ما ندرس اول سنه في ثاني سنه ندرس المهم بما ان اخوياي خلاص واثقين معاي خلاص راح اعتمد هذا النظام واقول ميد اهلي والله رحت وفتحت الموضوع هذا لابوي وامي وقلت لهم يا إيه ما اسمعوا اول ما خلص الثانوي ترى ما راح ادرس راح اوقف سنه بعد السنه هذه راح ابدا اكمل دراستي ولكن انا ابغى ارتاح يقول ابوي كان شوي معترض كان يقول ادرس يا اخي عشان يعني تخلص بدري امي قالت سوي اللي تبغاه اللي تشوفه صح يا خالد سوه المهم اعتمدت الموضوع هذا قلت ما راح ادرس واستمريت مع اخوياي مالك وسعد يقول خالد مالك يا جماعه الخير عنده اخويا عندهم استراحه جاء ذاك اليوم مالك وانا قاعدين انا وسعد قال كيف حالكم طيبين يا اخي اسمعوا بدال ذا الطفش والدوران في السياره بشكل يومي عندي اخوياي يجلسون في الاستراحه وش رايكم نتعرف عليهم ونصير نجلس معهم خلاص ونصير يعني جد جدولنا كله معهم قلت والله ما مالك والله فكرة جبارة أبد اللي تبيه أنا معك قال ها وانت يا سعد قال سعد أنا اللي تبونه معكم تم تم يقول والله مرنا مالك ذاك اليوم ومر سعد أول بعدين جاني أنا في النهاية ويضرب لي بوري وأركب معاه ونروح نتوجه للاستراحة قلت يا أخي أدبا بدال ما أروح للاستراحة كذا ويدي فاضية خلنا نجيب أشياء عشان ندخل فيها مرة واحدة يقول جبنا أشياء من السوبر ماركت بسيطة عشان نحطها في الاستراحة ودخلنا الاستراحة عندهم وقعدنا عندهم وفي حوالي ممكن ثمان أشخاص أو تسعة أشخاص يقول شوي مالك قام وقال لهم قالوا اسمعوا جماعه الخير احنا والله ندور في الشارع بشكل يومي ودنا انا وخالد وسعد ان احنا نقعد معكم بشكل يومي بدال ذا الدوران اللي في الشارع عايد انتم راضين الا شوي اسمع اي ايه عايد عايد حياكم الله والله حياكم الله يا مرحبا مثلا. المهم دخلنا معهم في هذه الاستراحه وبرضه فرضوا علينا قطه قطه هين كل واحد يدفع مبلغ عشان يشتروا المؤونه حقه الاستراحه بشكل اسبوعي يقول كانت القطه بسيطه مره يعني قلنا لهم خلاص موافقين واحنا معكم قال لا حياكم الله وصرنا نجيب قطتنا بشكل اسبوعي ونعطيهم اياه أنا ومالك وسعد يقول استمرت الايام استمرت الايام في ذاك اليوم في واحد من الاستراحة انا تعرفت عليه من اخويا مالك اللي في استراحتهم قال يا جماعه الخير من يخاويني قلت له ابد وين قلت بتب... له وين تبي تروح قال المنطقه هنا ابو مية كيلو نبغى نوصل محل نجيب اغراض ونرجع قلت له اجل انا معاك طبعا السالفه هذه صارت بعد ما قعدت عندهم في الاستراحه ما يقارب سبعة او ثمان شهور والله واركب انا والرجال هذا ونطلع للمنطقه هذه المعنيه اللي يبغى منها الاغراض يقول والله وركب معاه وافتح الباب وطرق ونركب ويعشق السياره ونطلع نطلع الطريق العام ونمسك الطريق الرسمي حق المدينه هذه اللي راح نروح لها يقول قام يسولف لي قال يا اخي والله ودي اغير يا اخي من استراحتنا واطلع منها يا اخي طفشت قلت له ليه عسى ما شر قال لا والله في اشياء كثيره ولكن ما ابغى اقول لك بعد وتاخذ صوره سيئه عنهم ولكن والله ودي اغير الاستراحه واروح استراحه ثانيه واشوف لي اخويا ثانيين اجلس معهم قلت له ليه يا اخي عسى ما شر قال لا يا اخي ذول يا اخويا اعرفهم من زمان لي حوالي ست سنوات واعرفهم زين ماش ما ينفعول. يقول خالد الرجال هذا اول مره يتكلم معي بالكلام هذا قلت ما ابغى اتعمق معاه زياده ممكن في كلام ما يبغى يقوله المهم يقول خالد وصلنا للمدينة اللي يبغى منها الأغراض مر محل وشرى كذا غرض وركب معي السيارة وعلى طول رجعنا يقول يعني الرحلة ذيك ما كانت أبو ثلاث أربع ساعات إلا إحنا راجعين ودخلنا عليهم الاستراحة ووجه هذا الرجال اللي معي في السيارة شوي متغير شوي قام هذا الرجال وقال عن إذنكم أنا بطلع قلت له معلش تقدر توصلني معاك البيت قال لي خلاص تم يقول والله أركب معاي يوصلني لبيتنا وينزلني ويروح البيت وأنا قاعد اهوجس في راسي أقول إيش فيهم ذول العيال الاستراحة وش وضعهم سحبت على الموضوع ونسيته وحاولت إني أتناس بشكل كبير قلت يا اخي ليه قاعد افكر انا بشكل عميق قلت يا اخي ممكن في سالفه بينهم ولا يبغى أحد يعرفها المهم جت اللحظه اللي فيها قطه الاستراحه اتصل واحد من اخويا مالك برضه في الاستراحه اسمه سليم هذا سليم البيج بوس حقهم هو اللي يجمع القطات هو اللي يشتري الاشياء كلهم دق علي قال لي ها خالد كيف حالك طيب آه نبغى الفلوس جيب قطه كل يوم قلت له خلاص ان شاء الله قول واجي اليوم في نفسه واعطيه القطه وامشي قال جالس قلت له لا والله يا سليم ماني بجالس قال يا جل قدامك العافيه يلا مع السلامه يقول المهم انتظامي في هذه الاستراحه ما كان كثير مره كنت يعني اروح مره اجي واروح مره اجي على هذه الحاله يقول في يوم من الايام قطعت على الاستراحه ما يقارب اربع ايام في اليوم الخامس قلت خلني اروح اسلم عليهم يقول والله وافتح الباب طرقق وأفتح تشيك وادخل كل اسمعهم يتكلمون قاعدين يذمون في واحد ذم مو طبيعي يقول واسمع اقرب اقرب يقول انا تمنيت اني ما سمعت الكلام اللي سمعته قاعدين يا الخير يتكلمون في مالك وكان الكلام شوي مبهم وقاعد يقولون ذا سبك وما ادري ايش يقول خالد اللي اسمع خويه اللي جنبه يقول له يا رجال والله لولا المقطع اللي عندي قال ولا تشوفه والله ما يجي الاستراحه ولكن خايف على سمعته الا في واحد كذا ثالث قاعد يقول كلام قل يا رجال ما تشوفه جايب اخوياه معنا الاستراحه قال يبغاهم يساعدونا في القطه عشان نتستر عليه انا صدق الكلام هذا ما عجبني تتكلمون في خويي مالك منذ ذا الدرجه يا اخي وجاني فلاش باك الكلام خويهم اللي على الطريق يوم يقول يا اخي والله ودي غير استراحه هذول ما ينفعون لي واخوياي ذولي يعرفهم زين يقول المهم وحاولت اقرب اذني واسمع زياده وبعض الاحيان بعض الكلام ما ودك تسمع وخاصة مع شخص تقعد معاه وتشرب معاه وتاكل، يقولوا شوي جابوا طاريي انا خالد، وصاروا يقولون يا رجال شفت خالد، يا ولد شايف كيف غبي، يا ولد على نياته طيب يمديك تلعب عليه في اي وقت تبغاه، يقول لا اسمع جمع وفى يقول انا فهمت انهم هم مو بطايقيننا في الاستراحه نهائيا، نهائيا ما هم طايقين في الاستراحه، يقول قلت اقول انا اعلمهم كيف، يقول وادخل عند الباب قلت السلام عليكم، الا قالوا كلهم عليكم السلام ماله والله خالد، يا الخير هذا اخر تواجد لي في الاستراحه، ويلا اشوفكم على خير مع السلامه يقول له اسمع هي يا ولد ايش فيك تعال ما عرفه ان خالد سمعهم زين يقول خالد والله واطلع مع الباب واقفل الباب واركب السياره اللي انا جاي فيها واروح البيت يقول له اشوف اتصالات من مالك يتصل فيني كثير المهم اتصلت عليه بعد المكالمه الرابعه طيب هلا والله مالك يا ولد ايش فيك يقول انك طلعت من الاستراحه ضايق وشفيك فيك في احد مزعلك وما ادري والله مالك استراحتكم ذي ما عاد بجيها وفالكم التوفيق انت واخوياك قال يعني. لي افا عسى ما شرط تبغاني اجيك البيت قلت لا 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 تجيني ولا شوف خلني في حالي لين بعدين المهم استمريت وانا قاطع العلاقات بينهم لمدة ممكن اسبوعين وجاني هاجس ابغى اعرف الشخص اللي رحت معاه للمنطقة القريبة هذه اليوم نجيب الاغراض وش شايف على اخوياه برضو ابغى اعرف وش قصتهم مع مالك وش قاعدين يبتزونه فيه وليه ماسكين عليه بعض المقاطع ورحت وكلمت الرجال هذا واتصل عليه قلت له وينك في ابغى قابلك وقابلك كيف حالك طيب ما دريت قال لي لا ما دريت شو السالفة قلت انا والله طلعت من الاستراحة حقت اخوياك سمعت كلام والله ما عجبني قال لي وشو السالفة قل لي, لي وش قل قل صار يقول خالد صرت أقول الموضوع كامل اللي صار بالضبط قلت له الموضوع صار كذا 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 وجيت ويتكلمون فيني ويوصفوني بالغبي لاني طيب لاني اساعدهم وامد لهم يد العون ويتكلمون على مالك ولكن بسال وش الشيء اللي ماسكينه على مالك ذا الدرجه قال والله اسمع مالك سوى موقف قبل والموقف هذا مسجلينه بفيديو وراح اقول لك الموقف كامل قال يعني في يوم من الايام كنا واقفين قدام الاستراحه وفي احد السيارات كانت مفتوحه يقول في فلوس كانت محطوطه في مراتب احد السيارات اللي ما نعرف من راعيها وكان باب السياره يعني مفتوح كان قام مالك وفتح الباب وخذ الفلوس هذه وسكر الباب وفي واحد من عيال الاستراحة اللي اسمه سليم يقول صور مالك وهو قاعد ياخذ الفلوس قال وصار يبتز مالك بشكل يومي يا تدفع ولا ارسل المقطع لابوك يا تدفع يا ارسل المقطع للشخص صاحب السيارة يقول صاروا يطلبوا منه بأحيان فلوس ما تكون عنده يروح يتسلفها وياخذ من اي شخص ثاني قلت له يا ولد السالفة ذي صايرة المالك خويي قال لي والله صايرة المالك خويي متاكد قال والله وهذا العلم وانا عشان كذا ما عاد ابغى اجي عندهم هذول يمسكون عليك الزله ما يفكونه قلت له اجل زين زين بعدها على طول رحت وتواصلت مع مالك طي 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 السلام عليكم مالك كيف حالك طيب وينك ابغى اقابلك قال لي تعال لي البيت قلت له الان جاي والله ومسافه الطريق الا وانا عند مالك سلام عليكم مالك وش صاير وش الموضوع اللي سمعته يقولون انهم مسجلين عليك مقطع ما ادري ايش قال لي من قال لك قلت له جاني العلم وش الموضوع صدق وقال لي نفس السالفه اني انا اخذت فلوس اقسم بالله العظيم انهم هم اللي قالوا لي خذها 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 ما خذها ورحت وخذتها والقمتها حرفيا قال لي من اللي صورك قال لي صورني سليم سليم هذا يا الربع ترى اكبر منهم باربع سنوات او ثلاث سنوات يعني كبير عنه المهم ان سليم شخص كبير عنه يقول خالد قلت المالك اسمع مالك. يا مال ذول يا اخوياك لازم تقطعهم بما انهم قاعدين يبتزونك بشيء يعتبر تافه امام المجتمع ولا راح استسمح من الرجال اللي سرقت منه الفلوس يقول مشكلة الرجال بذاك اليوم دخل علينا استراحه وسالنا قالنا شفتوا احد فتح سيارتي وخذ الاغراض اللي جوا سيارتي كلنا نكرنا ولا نبغى نقول له اي شيء قال يا راح اعترف الموضوع قال لا والله. والله ما اقدر، ولكن البلا مو من رجال، البلا من اخوياي اللي ما هم رجال، هم اللي قايلين لي اقسم بالله العظيم يا خالد هم اللي قايلين لي، قايلين لي روح السياره وخذ الفلوس، وانا ذيك الايام والله اني كنت مغفل وغبي، رحت مديت يدي واخذت الفلوس وانا اعرف ان مالي حق فيها، يقول خالد قلت له طيب وين الفلوس الان؟ قال طيب تدري ان الفلوس مع سليم؟ يقول هذه المشكله والشيء اللي قاهرني، يقول خالد قلت مالك اسمعني يا مال انا السبب اللي خلاني اطلع من الاستراحه وعلم السالفه كامله باللي سمعته يوم كنت عند باب الاستراحه، يقول خالد بعد ما قلت المالك قال لي تكفى تكفى اني طالبك يا خالد تقدر توقف معاي في هذا الشيء تكفى ابغى اي شخص بس يقدر يحذف المقاطع الموجوده عندهم والمقطع ترى موجود في جوال سليم قلت لا ابشر بحاول المهم يقول خالد من اول ما طلعت من الاستراحه وانا قاعد افكر كيف اساعد خويي مالك وصدق بعض الناس اذا شافوك طيب دائما يقولون عنك انك غبي وهذا الشيء والله العظيم انه مو غباء هذه من تربيتك السليمه ضعاف النفوس يرون دائما ان الطيب غبي وانه شخص مستغل ويلاحظون بعد فترة ان هذا الشخص نجح في حياته بسبب النية الطيبة يقول المهم خالد رجع البيت وجلس قاعد يفكر كيف يحذف هذا المقطع من جوال سليم يقول الموضوع يدور في راسي حاذف المقطع حاذف لازم اوقف مع مالك يقول اكتب كذا في محركات البحث طريقة حذف مقطع من شخص المهم ما اعرفه او من شخص ما عندي حقية الوصول له يقول المهم يدخلني على مقطع يشرح طريقة ان رابط يدخله وبعد ما يدخل الرابط هذا يقدر يحذف كل شيء في جواله وكاتب للتواصل تواصل معي تحت يقول واخذ التليجرام حقه واتواصل معاه بالرسائل في الخاص السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك يقول بعدها بثواني جتني رساله اتوقع الرساله هذه تكون مبرمجه انها ترسل على طول يقول مكتوب اهلا وسهلا اذا موضوعك يتكلم عن اختراق الحسابات اضغط رقم واحد اذا موضوعك يتكلم عن مشاكل شخصيه اضغط الرقم اثنين يقول كان محطوط بين قوسين ابتزاز يقول واضغط رقم اثنين يقول قال لي خلاص سجل اسمك وان شاء الله خلال نص ساعه راح يتواصل معاك هذا الشخص يقول اسجل له اسمي واسجل له تحت الم المشكله الخاصه فيني يقول فجاه كذا بعد نص ساعه لصدق صدق تجيني رساله ترن وافتح الجوال الا من هذا الشخص اسم هذا الشخص اسمه في اي دي فيد المهم كتب لي كلام بالانجليزي اهلا ويلكم انا فيد ما ادري ايش وش الخدمات اللي انت تبغاها قلت له المشكله ان في شخص ابتز خويي وعلمته اسلوب الابتزاز كامل قال لي طيب تقدر تعطيني التفاصيل اكثر واصير اشرح له واتعمق معاه ما يقارب نص ساعه قال لي طيب ترى حسابك راح يكون 150 دولار ولكن ترى الشيء هذا بيعتمد عليك انت ما راح يعتمد علي انا قلت له كيف قال طيب راح اضبط لك وضبطلك لك فيه سكريبت او نظام لازم الضحيه هذا يدخل الرابط هذا وبعد ما يدخل الرابط هذا اقدر احذف كل الملفات اللي في جهازه قلت له خلاص تمام يقول خالد اجتمعت انا ومالك كلمت مالك قلت له تعال ابغاك وقلت له الموضوع كذا 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 ترى يكلف 150 دولار ها وش رايك قال لي والله 150 يعني شوي كثير وش الطريقه طيب وهل تشوف ان هذا الشخص مضمون مو مضمون ما ادري قلت له خلينا نجرب منه بخسرني شيء قال طيب لو جربنا واعطينا الرابط كيف نوصل الرابط لهم ونخليه يدخل قلت له اسمع الموضوع عندي ولكن ترى انت اللي بتكون في واجهة المدفع يعني انت اللي بتتحمل كل شيء لاني انا ما اتواصل معهم وقطعت العلاقه معهم يقول قال لي مالك تم يلا هجا خلينا نبدا المهم ادفعوا للرجال هذا 150 دولار وخذوا الرابط والسكريبت هذا المخصص انه يحذف جميع الاشياء اللي موجوده في الجهاز وخلوه عندهم الان قاعدين يدورون خطه انهم كيف يوصلون الرابط هذا السليم اللي هو موجود في الاستراحه يقول المهم قلت مد مالك اسمع طلعت لي خطه جباره قالوا شو الخطه يا خالد في اسمعني ابغاك اول شيء انت تمسك القطه لا تخلي سليم يمسكها اللي هي تجميعه الفلوس دي حقت الاستراحه قال لي ايوه وش بعد؟ قلت لو بعدها الله يسلمك نبغى نقول لهم ان القطه تحولت الكترونيه، ادفعوه عن طريق الرابط هذا، بهذه الطريقه راح نقدر نوصل لاجهزتهم، قال لي والله تصدق فكره جباره، المهم يروح مالك الاستراحه ويطرح عليهم فكرة قال انا بمسك القطه وامسك المشتريات وامسك كل شيء لا تشيلون هم، بما اني فاضي ولا عندي شيء وانت يا سليم اكيد انك مشغول وعندك اشغال، يقول على طول سليم موافق وقال ابد تم والله بتفك ازمه، قلت ابد اللي تبونه انا موجود عندكم، المهم مسك مالك القطه حقه الاستراحه، يوم بعد يوم قال لهم جماعه الخير القطه راح تحول الكتروني راح تقدرون تحولون لي عن طريق الرابط هذا وارسل الرابط هذا فقط الى سليم لانه ما كانوا مجتمعين في الاستراحه في ذاك الوقت ويوصل الرابط هذا لسليم ويدخل الرابط يا جماعه الخير ويطيح في الفخ واشتغل هذا السكريبت او البرنامج اللي مجهزينه وحذف كل شيء موجود في جوال سليم يقول شوي الا فيد يرسل لنا قال ترى حذفنا كل شيء موجود على الجهاز واذا احتجتوا شيء احنا في الخدمه يقول استانس مالك في ذاك اليوم استانس وناسه لا يعلم بها الا الله وفتك من أخوياه وابتزاز هذا لهم هنا أدرك خالد أنه قدر يساعد خوية مالك بسبب هذولي اللي موجودين في الاستراحة اللي ذلوا مالك بشكل كبير ومرت الأيام وجاء وقت تقديم على الجامعة يقول خالد أنا كان في رأسي أني أدخل تخصص الحاسب الآلي لأني من أول وأنا أبغى أتعلم الحاسب الآلي بأسلوب ثاني المهم قدمت والحمد لله جاني قبول في الجامعة وفي يوم من الأيام طلعت بالسيارة أنا وخويي مالك قبل ما تبدا الدراسه قلنا خلينا نسافر مده خمس ايام ونرجع واتفقت مع مالك وقلت له قلت له اسمع نبغى نسافر قبل ما تبدا الجامعه عشان اذا جت الجامعه يكون حيلنا يعني كويس ويكون فينا طاقه للجامعه قال لي ابد تم ونحدد منطقه تبعد عنا ما يقارب 350 كيلو ولكن الجو فيها زين وجميل وركبنا انا ومالك ذاك اليوم واتجهنا المنطقه هذه وقعدنا فيها ما يقارب خمس ايام بطريق الرجعه يا جماعه الخير راجعين وانا كنت اسوق فيني النوم يقول شوي الا تجي تريله كذا قدامي فجاه كانت في الطريق الوسط بعدين لفت على الطريق الطريق السريع يقول احاول اضرب فرامل ولا اقدر واصدم في التريلا ويصير لي حادث ذاك اليوم وينغمي علي المهم ما صحيت الا وانا في المستشفى، يقولون ايه ابشركم صحه صحه اموره زينه، يقول المهم يجي الدكتور يناظرني، قال الدكتور خلك لا تتحرك، خلك على حالك هذا لين تزين امورك شوي، المهم قعدت لحظات كذا حسيت المنطقه السفليه عندي منمله ولا احس باي شيء فيها، وابغى احركها ما قدرت، فقلت انه ممكن مخدرين المنطقه السفليه مسوين فيها احد العمليات اللي احتاجها وسالتهم قلت وين مالك قالوا مالك موجود والحمد لله اموره زينه وناظر في مالك اللي جيني مالك ملفوفه يده ومجبرينها له ومعلقها على كتفه قلت له مالك يا ولد فيك? امورك زينه قال لي الحمد لله بس انت امورك زينه قلت والله ما ادري للحين بعدين قلت له مالك بسالك هم سووا لي عمليه قبل شوي قال والله ما ادري انا كنت في قسم الطوارئ مثل ما انت شايف الجرح ذا اللي فوق عيني ويدي المكسوره والحمد لله ان كل شيء حده سالته قلت له طيب ابوي يدري قال والله اتصلوا على ابوك وابوك جاي في الطريق مسافة كذا 100 كيلو هو عندنا قلت له زين زين والله وانتظر شوي وانتظر شوي الا ويجي ابوي وابوي هو داخل معاه اهلي ومعاه الدكتور يقول فجاه الا امي تصيح واختي الثانيه تصيح يا ولد وش صاير الحمد لله على السلامه وما ادري ايش ان شاء الله قدامك العافيه قلت لهم لا لا ان شاء الله اموري زين الحين خلص واطلع معه يقول فجاه الدكتور نادى الوالد يقول واشوف الوالد انسحب من عند السرير وراح للدكتور يقول قاموا يتكلمون كلام المهم قاعدين يصرصرون في الكلام يعني الكلام شوي صوته ضعيف يقول انا جاني الشيطان وبديت احس فيني يقولوا اسمع ابوي برا يقول لا حول ولا قوة الا بالله وشلون طيب وش نسوي؟ المهم الا ابوي جاء كذا يمشي قدامي ويحط يده على رجلي قال لي خالد تحس بيدي؟ واناظر فيه كذا وأحاول ارفع ظهري قلت لا والله يبا ما احس بيدك قال يا ولدي الله يعوضك وقدامك ان شاء الله العافيه. هنا ايقنت ان في شيء يخص جسمي وان فيني مرض ما ادري هل هو راح يطول او لا قال الدكتور راح يقعد عندنا خالد مده خمسة او ستة ايام نسوي له اشعه وتحاليل ونركز عليه ونعتني فيه يحتاج في انه يكون تحت الرعايه او في العنايه المركزه تعال يا ابو خالد وقع هنا خذ ابوي الورقه ووقع شو يسلم علي يا ابوي وامي قال خلاص بنجيك بكره باذن الله نزورك قلت لهم زين يقول خالد خذوني وانا ما ادري لحد الان وش فيني ما ادري وش صاير لي وابغى اسال الدكتور اللي جاني في البدايه ابغى اقول له انا فيني شيء اموري زينه سوي لي عمليه تكفى اللي يريحني المهم ودوني في غرفه كذا زي الجناح وانتظرت فيه يقول فجاه طق 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 وينفتح الباب اهلا خالد اللي هو الدكتور اهلا خالد كيف حالك طيب اسمع يا خالد الحمد لله انك الان حي والحادث اللي سويتوه حادث مو بسهل ولكن يا خالد في اشكاليه ممكن ايه وممكن لا ما ندري لحد الان وما في شيء راح يبين الان معنا يا دكتور قل لي شو السالفه يلا الله يسلمك يا خالد انت تعرضت لحادث وفي شيء من فقراتك تحرك وضغط على اعصابك والشيء هذا سبب لك شلل للمنطقه السفليه يقول اول ما قال لي الكلام هذا بديت ابكي اعوذ بالله وش صار لي وش صار لي يقول صرت اصارخ بعلى صوتي وش الشيء اللي صار لي هذا ودراستي وكل شيء انا ابغاه راح كذا هباء منثوره قال لي الدكتور لا تشيل هم وتفائلوا بالخير تجدوه وان شاء الله امورك سهله يقول المهم يمر اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الخامس والسادس وانا احس حرفيا بضيقه وجبل كبير من الحزن والهم على صدري وحس اني ماني قادر اسوي شيء وبديت ايقن ان حياتي كلها انتهت يقول صدق جاء الوقت اللي اطلع فيه من المستشفى وبعدها اراجع احد العيادات اللي موجوده عندنا داخل الدوله عشان يتاكدون من صحه الاشعه والاشياء هذه يقول جاء ابوي مرني بالسياره وركبوني في عربيه يقول صرت ادف نفسي بالعربيه يقول لين وصلت السياره وركبت السياره المهم اتجهنا لبيتنا وصلت لبيتنا ونم والنوم حرفيا كانت كلها صياح كلموني بعد فتره قالوا لازم نسوي عمليه والى اخره المهم استمر هذا الموضوع معي شهرين المهم خالد يقول في يوم من الايام عندي مرايه طويله في الغرفه طبعا دراستي راحت وكل شيء راح علي وبديت ايقن ان القطار صدق علي. يقول في مرايه كذا طويله وانا قاعد ادف نفسي بالعربيه صرت اشوف نفسي اشوف نفسي في المرايه اللي قدام ماني متخيل شكلي حرفيا انه يكون بالشكل هذا من شخص معافى يمشي على رجوله الى شخص مقعد على كرسي يقول ادف نفسي واناظر قلت اخ الله يعوضني يا رب الله يعوضني في شبابي اللي راح في حادث سياره وان شاء الله الرب بيكتب لي الخير المهم كلموني حقين العلاج الطبيعي اروح اعالج عندهم ويشوفون الفحوصات ويشوفون الاشياء عشان يحركون الاطراف حقتي اللي تحت طبعا هذا الكلام بعد ما سووا لي عده عمليات يقول في دكتور كان يقول لي صدقني يا خالد انك تقدر تمشي ولكن حبه حبه وباذن الله انك راح تطيب وترجع شخص سليم كنت اقول له ايه ان شاء الله ان شاء الله اني اطلع سليم المهم صرت اروح للعلاج الطبيعي وارجع بشكل يومي وزياده على كذا واللي حزني بشكل كبير لما امر عند اخوياي صاروا ما يرحبون فيني نفس قبل وبعضهم يضحك اذا انا طالع وبعضهم يستنقص ويسولف ويتكلم عني وسمعت كلمات جارحه وقويه دائما في اذني وكنت اسمعها واقول الله يعوضني يا رب قررت بعد ما شفت الزحمه هذه علي من الكلام قلت والله ما عاد اطلع من البيت اقعد في بيتنا حرفيا ولا اتحرك ولا اروح ولا اجي علاج طبيعي وبيت فقط يقول استمريت على هذه الحاله يقول مع أيام بديت احس بالوحده وبدا يضيق صدري وبديت اتذكر ايام الجامعه واشوف مقاطع ناس في اليوتيوب او في التيك توك ناس تروح الجامعه وناس تحتفل في التخرج وتمنيت اني في يوم من الايام محلهم يقول المهم حالتي النفسيه انضربت ما عاد صرت اطيق حتى نفسي ولا اهلي لدرجه في يوم من الايام دخل علي ابوي وانا قاعد ابكي واقول له يا ما عاد اتحمل ما عاد اتحمل الشيء اللي انا فيه وابوي كان يقول لي اصبر اصبر يا ولدي وبتزين الامور ان شاء الله ما دريت بعدها الا بثلاث ايام الا ابوي جايب لي دكتور نفسي للبيت يدخل عليه الدكتور النفسي هلا خالد كيف حالك طيب انا الدكتور النفسي المخصص لك وصار يجلس معي الدكتور هذا الفترات طويله واصير اسولف له واصير اتكلم عنه وهو يتكلم يقول لي فهمته من كلامه ان الدنيا هذه ما تمشي على شيء اللي انت بغايه خالد لازم تتكيف حياتك الجديده وما تدري يوم من الايام ممكن تقدر تمشي يقولوا الكلمه هذه ترن في راسي اتكيف على حياتي الجديده كيف اتكيف على حياتي الجديده المهم طلع الدكتور وانتهت جلساته اللي يجي يعالجني فيها المهم طلعت لي فكره في راسي اني اشتغل في اي مكان بيكون يتقبل حالتي هذه المهم جهزت ملفي وشهاداتي ورحت اقدم وسجلت برضو اني من ذو الاحتياجات الخاصه قلت من الممكن ان في احد يقبل وصرت ابحث يمين يسار وحرفيا ما قدرت احصل لي اي وظيفه بما ان شهادتي ثانوي وبرضو عندي حاله اكبر من اللي انا فيه، حالتي النفسيه قاعده تقفل من كل الجهات، قلت لنفسي بما أنها راحت الجامعه ليه ما اصير اتعلم في البيت؟ واصير ادرس داخل البيت واصير مستعد للجامعه في السنه الجايه، وصدق صرت يا جماعه الخير ادرس في البيت المواد التخصصيه اللي انا ابغى ادرسها في الجامعه، فتحت الكمبيوتر ذاك اليوم وصرت ابحث وانا كان هاجسي الاول اني اكون في مجال الحاسب الالي، وصرت ابحث عن المواد المخصصه للحاسب الالي واصير اذاكرها، يقول ما تركت ماده الا صرت اذاكرها وصرت اطير الطفش على المذاكره، وصرت اتعلم يمين يسار واتابع مقاطع وعلى هذه الحاله، المهم خلال اربع شهور حسيت ان عندي يعني معلومات ممتازه، وقريت على الانترنت اذا انت تبغى تاخذ شهاده احترافيه في المجال تقدر تختبر في احد المعاهد ويعطونك شهاده موثوقه، والشهاده هذه تقدر تقدم فيها في اي مكان وانها تعادل شهاده الجامعيه المتوسطه، يعني تعادل عندنا يا جماعه الخير اللي هو الدبلوم، قال خالد والله هذه فكره ولازم اغتنمها، فصرت ادرس واجهز نفسي لهذه الشهاده، وصرت اراجع التسريبات والاسئله اللي محاطينها في الانترنت وصرت اعرف وش هم يبغون يجيبون يقول المهم فهمت كل الاشياء والمعطيات اللي يبغوني اكتبها في الاختبار او اني استخدمها في حل في الاختبار يقول والله واقدم على الاختبار ويجي تاريخ الاختبار هذا وكانت الشهاده هذه مخصصه لمجال شبكات الحاسب اللي هي مجال ربط السيرفرات بالاجهزه وربط السويتشات بالراوترات والمهم بنفس الدوامه هذه يقول اختبر ذاك الاختبار وكنت متاكد ان درجتي يعني كويسه وطلعت من ذاك الاختبار احتري النتيجه اللي يعطوني اياها وصدق بعد مرور ما يقارب اسبوعين لو تطلع النتيجه وحصلت على هذه الشهاده احترافيه اللي راح اقدم فيها في الاماكن وراح يشغلوني فيها، المهم اضفت الشهاده هذه للسي في حقي اللي راح اقدمه على الوظائف وبيني وبينكم انا ابغى اشتغل الحاله الماديه صارت سيئه لابعد درجه، وبرضو تكلفه العلاج الطبيعي صارت تكلفني مبالغ كبيره، قلت مالي الا اشتغل واغطي احتياجي من الوظيفه، قدمت على شركات كثيره واللي قبلتني من هذه الشركه شركه واحده، يقول الشركه هذه مخصصه للصناعات الحربيه الخاصه في دولتهم، يقول والله قدمت سجلي لهم وقدمت اغراضي وقدمت اوراقي، قالوا لي خلاص راح تكون في مقابله لك في يوم ال الثلاثاء الجاي فخلك مستعد وضبط امورك يقول والله لبست اللبس الرسمي والقميص والجنز وتجهزت اني اروح لهم يقول والله وأدف الباب وادخل بعربيتي يقول صدفه الا قدامي رجال ما ادري منهم قال لي كيف حالك طيب قلت له الحمد لله بخير لا تبغى اساعدك بشيء عندك شيء هنا وكيف انت دخلت هنا قلت له والله انا دخلت مع البوابه وانا مقدم على احد الوظايف اللي انتم طارحينها والوظيفه هذه مخصصه في الحاسب الالي داخل الشركه قال لي عطني اسمك لو سمحت قلت له خالد الفلان الفلاني قال خلاص اجل تعال من هنا ويدخلني في نفس المكتب القزاز في شخصين جوا واقعد على الكرسي وكان في شخصين قدامي، والرجال اللي وصلني هناك راح وخلاني، يقول فجأه الشخصين هذول صاروا يسألوني اسئله عن التخصص، الان لو عندنا المشكله الفلانيه هذه كيف راح تحلها؟ الان لو في مشكله في السيرفر هنا كيف راح تحلها؟ يقول صرت اجاوبهم بطلاقه وصرت اتحدث معهم باسلوب حلو وبديت ابهرهم بالمعلومات البسيطه اللي عندي، ولكن كانوا منبهرين وكانت على عيونهم الانبهار، في كل سؤال يسألوني اياه والله العظيم اني كنت اجاوب ولا اترك اي شيء في فضولهم، يقول فجأه واحنا قاعدين الا يفتح الباب ويدخل الرجل الله يسلمكم اللي كان معي في البدايه ووصلني المكتب يقول قال لاحد الموظفين اللي قدامي قال اسمع الولد هذا ترى ممتاز وعقليته ممتازه مره اذا تبغون توظفونه ترى حرفيا راح يفيدنا بشكل مره كبير يقول واللي جنبه كانت في عيون الاستنقاص شوي بما اني جايب عربيه وكيف راح امارس حياتي جوا الشركه ولازم يوفروا لي اسانسير ودرج وكل شيء يقول فجاه اللي ورا يتكلم قال اذا هو معلوماته كويسه والرجال هذا كويس وجيد في العمل ابد وظفوه لفيت كذا وناظرت فيه قلت له الله يعطيك العافيه وبيض الله وجهك والله اللي فترة إني أدور عن وظيفة ولا حد قبلني قال أبد إحنا أخوان وما إيش وإذا بغيت شيء معاك نائب مدير الشركة بنفسه وأي شيء تبغاه توصل معي فيه قلت له جزاك الله خير قال لي خلاص أطلع وراح تجيك رسالة نصية على جوالك تفيدك متى الوقت اللي راح تباشر فيه وظيفة يقول خالد والله رجعت بالعربية تشك 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 وأفتح الباب وأمشي على الطريق اللي برجع فيه السيارة يقول والله وأنزل مع الدرج وأنزل مع العربية وأمشي حبة حبة بالذل العربية لين وصلت لسيارتي طبعا سيارتي في لها سائق مخصص لي جايبينه لي اهلي واركب معاه والروح للبيت، وارجع لبيتنا وابشر امي وابوي اني انا حصلت وظيفه في احد الشركات المخصصه للصناعات العسكريه، يقول امي وابوي استانسوا بشكل كبير اني انا حصلت وظيفه وانا بالحاله هذه، وبيني وبينكم انا قاعد احس تقدم في اطرافي واحس اني بديت احس برجولي شوي، ولكن ما اقدر امشي احس عضلاتي كلها ضعيفه وما هي قاعده تشيلني، المهم بعد اسبوعين اللي ارسلوا رساله مباشره، دوامك راح يكون في احد الابراج المخصصه للصناعات العسكريه في الدور الرقم 17. المهم قال خلاص اوكي ما في مشكله، طبعا في اسانسير يرقي لين البرج واموره مره زينه، لين يوصل مكتبه بالضبط، يقول المهم كلمت السواق حقنا قلت ودني لين الشركه حقتي، وصدق جزاه الله خير ما قصر وصلني عند باب الشركه وقلت له الساعه ثنتين تجيني هنا، قال لي خلاص تمام، يقول المهم امشي بالعربيه هذه لين وصلت لللفت اللي رقيني فوق، واضغط على الزر واضغط الدور عشر وارقى لين فوق، يقول اول ما انفتحت البوابه جق جق يقول المكان فخم لابعد درجه ومكاتب نظيفه وحلوه، مو نفس المكاتب اللي رحت وسويت فيها المقابله الوظيفيه وادور مكتبي وادور مكتبي لين حصلته نظام المكاتب يا الخير اربع كمبيوترات قدام بعض واربع كمبيوترات قدامي يعني كذا اربع كمبيوترات قافة جنب بعض والجهه المقابله برضو في نفس الطاوله في اربع كمبيوترات ولحد الان ما ادري انا وش طبيعه العمل الخاصه فيني مثل ما انتم عارفين في اول يوم لك في الوظيفه ترى ما تدري انت شو تسوي اول شهر شهرين ثلاثه شهور هذه كلها دائما تنتهي تدريب وبعض الاحيان توصل ست شهور يقول شوي لجاني موظف قال لي خالد قلت له قال اسمع يا خالد زملائك هنا راح يكونون جنبك، شغلتكم راح تكون هنا في الشركه راح تكون مختصه بامن الشبكه داخل البرج هذا وخاصه في الدور رقم 17، يقول اخوياي اللي حولي يقول مره متعاونين ولطيفين في التعامل معي يقول المهم صرت اشتغل في هذه الشركه ومرت الثلاث شهور الاولى اللي هي اشهر التدريب، قال انتم خلاص جاهزين تنزلون في ارض الميدان وتصرون تباشرون العمل، وراح ننقلكم من المكان هذا للدور ال اللي فوقكم، هنا ايقنت ان الدور اللي احنا كنا فيه نداوم كان كله بس عمليات تطبيقيه الدور اللي فوق دور العشرين كان اهو فيه حرفيا كل شيء داخل الشركه يقولوا المهم ورقة للدور العشرين معهم يقولوا نضغط اللي هو اللفت ونوصل للدور العشرين يقولوا اطلع نفس الحكايه مكاتب فخم الا في وجهي كانت بنت والبنت هذه اسمها اسماء قالت اسمعوني انا الانسان المسؤولة عنكم هنا واي شيء تبغونه تواصلوا معي مباشره وباذن الله نحن نقدر نلبي رغبات الشركه بخصوص امن الشبكه داخل الشركه ولا تخافون ترى الامور زينه يقول كلام اسماء كان مقنع لي ان الموضوع ما راح يكون صعب مره قشوي قالت اسماء انتم يوم كنتوا في الدور ال17 هذاك الدور كان معزول تماما وما تقدرون توصلون لشبكه الشركه الام ولكن الدور العشرين تقدرون توصلون لكل شيء موجود في الشركه والمكان هذا مفتوح على كل الاجهزه الموجوده داخل الشركه والمكان هذا حساس رح نصرف لكم مع الايام بطاقات حقات دخول انا الان فتحت لكم ببطاقتي ولكن خلال ثلاث او اربع ايام راح تصرف لكم بطاقتين وانتبهوا تضيع منكم قلت خلاص زين الله يعطيك العافيه البطاقتين هذه كلها تسوي نفس الاداء تقدر تحضر فيها نفسك يعني اسلوب التحضير داخل الشركة عن طريق البطاقة الممغنطة هذه المهم وصدق بعد يومين او ثلاثه جابوا لنا البطاقات المخصصه للدخول والخروج يعني اذا جينا نحضر خلاص بندخل الشركه نضربها في النظام بيطلع في النظام ان الموظف خالد دخل وبرضه اذا جيت طالع اضربها في النظام ويطلع الموظف خالد طلع من النظام او طلع من الشركه يقول خالد المهم بعد مرور اسبوعين في دوامنا طلبوا مننا اجتماع قالوا يا جماعه الخير احنا راح نجتمع كلنا مع الموظفين الموجودين وعدد الموظفين راح يجتمعون معهم ما يقارب 18 موظف صدق جتنا رسائل على الايميل اجتماع راح يكون الساعه 10 الصبح في قاعة الاجتماعات المخصصة للشركة قول خالد دخلت عليهم ذاك اليوم في نفس الوقت اللي حاطينه شوي تجي أسماء هذه قالت يا جماعة الخير أنا بكون معكم واضحة وصريحة الشركة في الآونة الأخيرة تعرضت لإختراق وتسربت بعض المعلومات المخصصة للشركة وما في الا انتم نستعين فيكم ونبغى نقسمكم كذا شخص عشان تفحصون النظام بشكل كبير والشي هذا لو استمر راح يخلي اسهم الشركه تنزل لتحت وتتعرض للافلاس وزياده على كلامها قالت والاختراق ترى ما جاء الا من الدور العشرين يعني نبغى نحل الموضوع هذا ودي وننهيه من بدري يقول خالد اول ما سمعت الكلام هذا والله اني خفت يا ساتر لا اني اخطيت وسويت شيء وانا ما ادري شوي الا قاطعتنا اسماء وقالت لنا راح نوزعكم المجموعات كل واحد على خمسة اشخاص وفي ثلاثه راح نخليهم مع بعض وابغاكم تشتغلون كمجموعه وتحددون المشكله اللي شفتوها داخل الشركه قلنا لها خلاص زين يقول مشكله معاي ناس مهندسين وحاصلين على شهادات كبيره يعني خبيرين في المجال وممكن نتعلم منهم بشكل اكبر يقول المهم بدينا نشتغل ونحلل وش صار في النظام صدق بالضبط واللي عرفنا ان في معلومات انسحبت من النظام ولكن ما ندري وش الاسلوب يقول انا كنت مع المجموعه حقتي وقاعد اتكلم معهم يعني بشكل ودي قلت لهم يا جماعه الخير وش تتوقعون عمليه الاختراق كيف صارت داخل الشركه قالوا لي والله ما ندري، انتوا شو تشوف؟ قلت لهم والله اسمعوا نبغى نشوف اول شيء هل في شخص استخدم جهاز خارجي وشبكه داخل الشركه هذه؟ يعني جاب له لابتوب وفصل كيبل من احد الاجهزه وشبكه او لا؟ صاروا يبحثون في السجلات او في اللوج المخصص للنظام، ما حصلوا اي عمليه فصل للاسلاك الموجوده على اجهزه، يقول خالد كنت انا مسجل ورقه عشان اعرف يعني من وين صار الخطا هذا، رحنا للاحتمال الثاني، قلنا فاكيد ان في شخص ضغط على احد الروابط واخترقوا فيها النظام، يقول لا قاطعني كلام المهندس اللي جنبي وقال لي لا اسمع يا خالد احنا اي رابط يرسل او يدخل للنظام حاطين نفس الاداه تتحقق من الرابط هذا اذا كان هو فايروس او لا واتوقع عمليه الاختراق ما صارت عن طريق الرابط طيب زين انتم شو تشوفون الخلل هذا من وين جاء قالوا والله ما ندري راح ننتظر المجموعات الثانيه ونشوف يقول خالد انا ما عجبني الكلام اللي قالوه نهائيا ما عجبني اسكت وانتظرت لين اليوم الثاني وبرضه جتنا اسماء هذه وصارت تقول جماعه الخير المعلومات قاعده تتسرب بشكل يومي اذا في شخص له يد في هذا الموضوع الموضوع اتمنى يبلغني والشخص اللي راح يحل هذه المشكله راح نعطيه مكافاه ألف دولار يقول خالد اول ما سمعت ألف دولار قلت هذا المبلغ راح يضبط حياتي من الى وراح يسرع عمليه علاجي في اسرع وقت قلت لازم اشتغل على هذا الموضوع بالحالي وما اخلي المجموعه اللي معي تساعدني ابد لاني لاحظت فيهم الكسل واعتمادهم على الناس اللي حولهم سكت ومشيت الامور المهم بعد ما مريت اربع ساعات عمل رحت للاستاذه اسماء طقيت عليها هالباب قلت لها السلام عليكم اقدر ادخل قالت اهلا تفضل يا خالد قلت لها استاذه اسماء اسمعي انا راح اشتغل على هذا الموضوع بالحالي قالت لي كيف راح تشتغل حالك وانت اصلا يعني خبراتك قليله مره قالت لا خليك مع المهندسين ممكن يفيدونك او تفيدهم قلت لها ما عليك انا ابغى اشتغل على الموضوع هذا الحالي ولكن اعطيني الصلاحيه كامله ابغى تعطيني الادمنستريتور المخصص للنظام ادخل واتفرج على اللوج وافحص النظام من الى طيب خلوني اعلمكم وش هو الادمنستريتور الادمنستريتور هذا الشخص المسؤول عن النظام هو اللي يقدر يدخل ويعدل ويشيك ويكشف بيكون عنده كل الصلاحيات التامه داخل الشبكه وهذا اليوزر دائما يعطونه مدير القسم بتحصل مثلا موجود مع اسماء او موجود مع احد المهندسين اللي يثقون فيه قالت لي والله يا خالد انا ما اقدر اعطيك حقي وبعدين في النهايه انا اللي راح اتحاسب لو استمرت هذه المشكله اكثر واكثر ممكن ترى يطردوننا كلنا من القسم لازم نشتغل بشكل قوي قلت لها يا استاذه اسماء اذا تبغين الموضوع ينحل بسرعه ساعديني وخليني اساعدك قالت لي خلاص خل على الاسبوع الجاي ممكن اخوياك يطلعون بحل لو ما طلعوا بحل انا راح اسلمك اليوزر حقي وتصير تشتغل عليه بنفسك اللي هو الحساب حقها اللي سجل فيه اليوزر والباسورد قال لها خلاص اوكي تمام تقول والله وصرت اداوم اليوم اللي بعده واللي بعده ما في اي شيء والمعلومات قاعده تنسرق وانا ابغى اراجع كل شيء وابغى اراجع حتى كاميرات المراقبه لاني بديت احس ان عمليه الاختراق هذه صايره من جوا وفي شخص متعاون في هذا الموضوع جيتها بعد اسبوع بالضبط قلت استاذه اسماء لو اعلنوا ان الشركه تسربت معلوماتها ترى اسهم الشركه كلها راح تطيح قالت لي طيب انا ايش تبغاني اسوي قلت ابغى اليوزر حقس خليني اوصل للنظام بشكل كامل وباذن الله اني راح افيدك، قالت خلاص زين، عطتني اليوزر والباسورد حقه، قالت اشتغل على جهازي وانا بقعد اراقبك انت وش قاعد تسوي، لانها ما تدري ممكن يكون خالد برضه هو المتعاون مع الناس اللي برا والشركه حقتهم شركه مخصصه للصناعات العسكريه، يعني شيء حساس في الدوله حقتهم، يقول خالد والله وقعدت على الجهاز وقعدت اقرا، وقعدت اراقب اللوج والتسجيلات والناس اللي دخلوا واسلوب الدخول عندهم، يقول ما حصلت اي شيء، يقول صرت اراقب المعلومات هذه كيف قاعده تمر واسلوب مرورها هل في شبكه ثانيه من برا قاعده تسحب المعلومات هذه او لا يقول برضو ما حصلت شيء يقول صرت اشوف برضو هل الشبكه هذه فيها واي فاي فيها شيء ممكن في شخص اتصل بالواي فاي وسحب المعلومات عن طريق الواي فاي يقول برضو ما حصلت ولا شيء ابدا قلت حلي الوحيد اني اراقب كاميرات المراقبه المخصصه في الدخول والخروج للقسم يقول خالد في كاميرتين كاميرا تسجل على جنب وجيه الموظفين وهم يمرون من عند الباب والكاميرا الثانيه من عند الباب تصور من فوق يعني تصور الشخص اللي يمر من هنا يقول لهم اقعد اراقب وراقب لاحظت في فترة زمنية مفقودة مدتها 15 دقيقة بالضبط قلت يا ولد شكل الموضوع من هنا صار يقول وراقب الوقت اللي فقدت فيه التصوير كان الساعة 4 ولكن مو 4 الساعة 4 مساء لا 4 جماعة الخير يعني بحدود الفجر والشركة في ذاك الوقت تكون مقفلة وأكيد إن في شخص يجي كل يوم الساعة 4 يطفي الكاميرات ويسحب المعلومات ويمشي قلت لازم أراقب ذا الشخص منهم. يقول والله في ذاك اليوم كلمت السواق حقنا قلت أبغاك توديني عند الشركة قلت الساعة 3 ونص نكون واقفين هناك يقول هناك وطف السياره وانتظر وانتظر وتجي الساعه 43 53 4 ما حد جاء الشركة ابد، قلت له خليني اريح برضه نص ساعه، يقول اريح نص ساعه زياده وصدق ما حد جاء الشركة ولاحظت في التسجيلات ان كلها مفقوده على الساعه 4 بالايام اللي فاتت كلها، قلت له شكل في مدخل ثاني للشركه والشخص هذا يدخل مع المدخل الثاني هذا ويسحب المعلومات من الاجهزه الموجوده ويطلع، قلت لنفسي خني اسال استاذه اسماء في هذا الشيء، ويجي في نفس اليوم واكلم استاذه اسماء قلت استاذ اسماء معليش هل في مدخل للشركه غير المدخل هذا الشرقي الموجود قالت يعني لا اي شخص يقدر يدخل بس يدخل مع ذا الباب مستحيل في شخص يجي مع باب ثاني لان الشركه ما تملك الا هذا الباب اللي يدخل الموظفين قلت لها زين يعطيك العافيه الصدق الموضوع يا جماعه الخير صار مبهم بالنسبه لخالد ما يدري وش صاير وكيف عمليه الاختراق من الشخص اللي يجي وش كان يسوي يقول قبل ما اطلع من الدوام قعدت على جهاز الاستاذه هذه يقول قعدت اقلب في النظام اقلب اقلب اكتشفت اسلوب الاختراق اللي صار ولكن لكن الوقت ما اعرفه من هو الشخص يقول اكتشفت ان في شخص جايب فلاشه وشابكها في النظام وساحب معلومات النظام بالكامل ولكن قاعد يسحبها بالتقسيط وعنده وقت مدته 15 دقيقه اللي تطفى فيه الكاميرات ولكن الكاميرات تطفى الساعه 4 الفجر يعني شلون ليه مخليه 15 دقيقه يقدر يسحب كل شيء في ساعه واحده اذا هو جاي 4 الفجر قلت الموضوع فيه لبس بسيط يقول صرت الحق ورا الموضوع وراقبه بشكل يعني قوي وصرت اراقب التسجيلات والوقت اللي فقد فيه التسجيل متى كان بديت شك في نفسي، قلت يا ولد شلون؟ كيف قاعد يصير ذا كله؟ يقول يوم اراجع سجلات الكاميرا صار التاريخ حق التصوير متغير، يقول صرت اسوي تزامن واشوف الكاميرا يوم سجلتني وانا داخل الشركه كانت الساعه كم في توقيت الكاميرا؟ يقول يوم حسبتها صار في اختلاف كبير في الوقت، والشخص هذا قالب بدال الصباح مخليه ليل، يعني يطلع في التسجيل ان هذا التسجيل الساعه 4 الصبح، وهو اصلا 4 مساء والناس كانوا كلهم متواجدين داخل الشركه، يقول خالد اصلا الساعه 4 لين 4 15 دقيقة مساء يكون عندنا بريك نخلص فيه أشياءنا ونريح فيه يقول أيقنت أن الشخص هذا قاعد يستغل الوقت اللي نطلع فيه البريك ويدخل الفلاشة على الكمبيوتر ويسحب المعلومات المسجلة في الكمبيوتر والفلاشة هذه أكيد فيها سكريبت خطير يسحب كل المعلومات حقت النظام المخصصة للشركة قلت أجل مالي إلا أنتظر إذا جت الساعة أربع وما أطلع للبريك أبد ولكن أطلع كأني بروح وعود أرجع لنفس المكان وأشوف من الشخص اللي يقعد في ذاك المكان ويسحب المعلومات الموجوده في النظام طيب يا جماعه الخير يقول خالد وجاء وقت البريك اللي إننا بنطلع فيه اللي هو الساعه أربع حكم يقول فكيت كذا الفرامل هذا حق العربيه وارجع على ورا كاني بطلع انا والشباب يقول انا معتاد اني اخر واحد اطلع عشان ما ضايقهم يقول والله وفك البريك خلاص في الاخير وبطلع قلت بسوي نفسي اني كني بروح للفت وبعود ارجع اشوف منه موجود داخل القسم يقول والله ودفتش شك 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 لين وصلت عند باب اللفت يقول يوم وصلت عند باب اللفت وعود ارجع من جديد للقسم يقول يبعد اللفت على القسم ما يقارب دقيقه واحده بالعربيه يقول أصير ادف بسرعه ادف بسرعه ابغى اشوف في شخص واقف على اجهزه او لا يقول المهم يوم رجعت وشفت القسم جماعه الخير ما حصلت ولا احد ولا احد موجود في القسم حرفيا انجنيت قلت شلون ما في احد من الشخص أجل اللي يسحب المعلومات وناظر يمين يسار حرفيا ما في ولا شخص موجود داخل هذا القسم قلت خلني امر على اجهزه ممكن في فلاشه مشبوكه وقاعد يسحب منها المعلومات واذا جاء سحبها وحطها في جيبه وقعد معنا يقول واروح ادور على الاجهزه والصدمه الكبيره ان ما في ولا فلاشه في الكمبيوترات الموجوده هناك يقول انا انجنيت يتوش هذا الشخص الخطير اللي قاعدين نواجهه يقول المهم رجعت للبريك حقي وتغديت ورجعت وشغل جهازي واكمل اعمالي وبديت انسى موضوع الشخص المخترق هذا من هذا الشخص خلاص يا أست. يقول خلاص شلت من راسي مستحيل اعرفه هذا شخص خطير واصل مرحله مره صعبه ولا هو احد من الموظفين الموجود عندنا يقول المهم في نفس اليوم زرت للدكتور اللي ماسك علاجي للتاهيل قال لي ابشرك يا خالد ترى نسبه انك تمشي 60% وترجع لحياتك الطبيعيه بعد ما شيكنا على اعصاب والفقرات صارت سليمه الحمد لله ممكن خلال الثلاث شهور هذه تقدر ترجع تمشي وتمارس حياتك بشكل طبيعي يقول فرحت من الخبر اللي قال لي وحسيت كاني املك الدنيا وما فيها يقول واروح لليوم الثاني للدوام حقي وانا مستانس حرفيا وقعد على الجهاز يا جماعه الخير فجاه الا ينفتح باب الاسانسير ويدخلون اثنين من العساكر يدخلون ينظرون فينا ينظرون فينا وبعدين جو عندي قالوا لي انت خالد قلت اي نعم قال يعني مش معنى التحقيق يا ولد انا ما سويت شيء لا لا موضوع بصير. نبغى نحقق معاك فيه خذوني ودوني لين الدور الثالث في نفس البرج ذا والعساكر هذول حطتهم الدوله حقتهم تحمي الشركه هذه لان الشركه هذه مثل ما قلنا مخصصه للصناعات الحربيه يقول دخلوني غرفه وفي عسكريين وفي شخصين جالسين جنبهم يقولوا الشخصين هذول الاثنين الثانيين شخص مختصين في الامن السبراني يقول قالوا لي كيف حالك خالد طيب قلت والله الحمد لله بخير عسى ما شر وش فيه اسمع معي خالد احنا بعد التتبع والتصيد اكتشفنا انك انت الشخص اللي يسرب المعلومات من الشركه انصدم خالد قال يعني انا اسرب المعلومات من الشركه شلون انا من اليوم ابحث في هذا الشيء عشان اعرف كيف تتسرب المعلومات قال لي يعني اسمع انت شخص تفهم في الشبكات والحاسب الالي تعرف معنى اذا قلت لك اي بي طيب يا جماعه الخير وش معنى اي بي اي بي هذا عنوان لكل جهاز موجود في الشبكه يعطى مثلا رقم 192.168.10.10 مثلا وعلى هذه الحاله كل جهاز له اي بي فعشان كذا يتبعون عن طريق الاي يعني. بيات يقول فاكتشفنا ان الاي بي حقك طلع عندنا وثبتت عليك هذه التهمه ولكن لطفا منا فيك راح بس نفصلك من الشركة. ومالك اي حقوق عندنا داخل الشركه وهذا اخر يوم تداوم فيه تنهي دوامك وتمشي لبيتكم يقول خالد والله ضربني الهم ما ادري انا افرح بخبر اني اقدر امارس حياتي الطبيعيه بعد ثلاث شهور ولا ازعل اني انا انطردت من الشركه اليوم قلت لهم خلاص زين ان شاء الله وكنت ادعي في نفسي اقول حسبي الله ونعم الوكيل في الشخص اللي سوى فيني هذا الشيء يقول خالد والله واطلع من الشركه وانا قاعد افكر اقول شلون صرت انا وانا الشخص اللي قاعد ادافع عنهم اكيد الموضوع فيه مشكله وارجع للبيت واقابل هلي واقول ميد امي وابوي ان صارت لي كذا 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 وانهم فصلوني وقالوا اني انا مسوي كذا وانا ما سويت هذا الشيء نهائيا قال لي ابوي لعلها خيره وما عليه الامور ان شاء الله بتزين يقول خالد والله واجلس في بيتنا وتذكرت اخوياي القدامى وتذكرت الموقف اللي صار الخوي مالك اول يقول تذكرت الشخص اللي اسمه في اي دي فيد اللي ذكرته لكم في بدايه المقطع قلت يا ولد ليه ما اتواصل معه واشوف وش اخباره وش صار له ممكن عنده عمل اشتغل معاه فيه بما اني شخص صرت خبير شوي وافهم في هذا المجال يقول خالد والله وارسل فيد السلام عليكم كيف حالك فيد عرفتني ولا ما عرفتني امورك زينه يقول بعد نص ساعه كذا ارسل لي قال لي اهلا وسهلا هلا والله كيف حالك طيب ذكرني باسمك؟ قلت له انا اسمي خالد اللي جيتك اول اذا تذكرني المهم قلت له ابغى اتواصل معاك اتصال اذا تقدر قال لي خلاص ما عندك مشكله يقول خالد والله واتصل عليه قلت مرحبا فيد كيف حالك طيب امورك زينه كل شيء زين مع السوالف مع السوالف قلت له السالفه اللي صارت في الشركه يقول شوي فيد قال لي اسمع اسمع وش اسم شركتك انت؟ قلت له شركتي مخصصه للصناعة الحربيه واتهموني اني انا مخترق الشركه واني اسرب معلومات قال لي طيب اسمع تدري قبل فتره في واحد عارض داتا مخصصه للصناعات الحربيه داخل الدارك ويب قلت من جدك؟ قال اي نعم تبغى اوريك؟ قلت له اي بالله ورني يقول المهم ويدخل هذا فيد الدارك ويب ويصير يبحث عن الاعلان هذا يقول صدق وطلع نفس اسم شركتنا ومكتوب فيه معلومات عندي كامله مخصصه لهذه الشركه والشخص اللي يبغى يشتريها يعلمني كم المبلغ اللي راح يدفعه قلت له فيد معليش وش اسم الشخص هذا اللي عارضها؟ قال الشخص هذا اللي عارضها معروف عندنا في الدارك ويب مره 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 مره, مرة شخص مشهور والشخص هذا اسمه اي ام يقول هذا مشهور مره معروف في الاختراقات والكل يعرفه شوي قال لي فيد بس تدري ان هذا فيه بينه وبين ريو مشكلة يتبرضوا منه ريو قال ريو الله يسلمك هذا شخص يحب يسوي الخير ويكافح عمليات الابتزاز اللي تصير في العالم وبرضه ريو هذا تدري انه تشتغل معاه الحكومات الفدرالية حول العالم قلت معلومات جديدة ذي قال لي اسمع لازم تصير تدخل الدارك ويب بشكل يومي اذا انت تبغى تطلع فلوس ترى في ناس يبيعون اشياء وفي ناس يشترون وتقدر تعرض خدماتك داخله يقول خالد والله قلت له اسمع يا فد انا ما اعرف هذا كله ولكن ابغى اسوي لي حساب داخل الدارك ويب واصير ادخله كل يوم وابغى اشوف هذا الشخص اللي اسمه اي ام سي من هو ابغى اتحقق من هويته ياللي يعني اسمع اذا تبغى تتحقق من هويته تواصل مع ريو هذا اللي اقول لك يشتغل مع الفدراليين ويشتغل مع الحكومه وراح يقدم لك يد العون هذا الشخص ما يقصر نهائيا قلت له كيف اتواصل معه قال هذا لازم تحجز عنده بالساعه وساعته شوي غاليه توصل ما يقارب 1500 دولار تقدر تستشيره فيها وتقدر تناقشه في مواضيع انت تبغاها قلت له زين ما عندي مشكله بدفع 1500 دولار ولكن ابغى اتواصل مع ريو هذا ابغاه يعلمني من هو الشخص اللي عارض المعلومات المخصصه للشركه، يقول خالد المهم واحجز الله يسلمكم عند هذا اللي اسمه ريو، واحجز عنده موعد وقال لي بعد يومين خلاص نتقابل، قال لي خلاص بعد يومين راح تكون جلستك في احد البرامج الصوتيه اللي موجوده على الكمبيوتر، يعني مثل ديسكورد مثل تيمز، المهم البرامج اللي نفس كذا، قلت له خلاص زين انا انتظرك، المهم جاء اليوم الموعود اللي اقابل فيه ريو، وادخل معاه وكنت اتكلم معاه بالشات في البدايه، يعني اتكلم معاه كتابه، قلت له كيف حالك؟ طيب ان شاء الله امورك زين. الحمد لله، ريو انا ابغى اسالك من هو الشخص هذا اللي اسمه اي ام لانه عارض معلومات لشركتنا والشركه اتهمتني اني انا اللي سارق المعلومات هذه، فابغى اتاكد منه هو اهو. قال لي ريو خلاص عطني مهله سبع ايام ثمان ايام باذن الله اني اجيب لك الخبر. قلت له خلاص زين. يقول المهم خالد طلعت من الدار ويب وقفلت جهازي، يقول صرت اقلب بالجوال حقي واتفرج احصل ناس قاعدين يقدمون على وظائف مكتوب قبل العمل سابق كانوا في شركتنا ونفس تخصصي ونفس المجال اللي انا فيه. قلت خلني اتواصل معهم واشوف وش السبب اللي خلاهم يطلعون من الشركه يقول خالد والله وراسل الشخص هذا السلام عليكم عليكم السلام انا شخص كنت موظف في نفس الشركه حقتك وش سبب خروجك يقول شويه اللي يرد علي الرجال هذا بشكل صادم اول شيء قاعد يضحك بعدين قال لي وش فيك فصلوك الشركه صح وقالوا لك ان النظام مخترق صح قلت له ايه قال يا رجال هذه اعمال الشركه من زمان وسوتها مو فيني انا سوتها في ناس كثير وعذرهم نفس كذا قلت له يعني شلون قال اذا تبغى تشتغل في هذه الشركه سو نفسك غبي ولا تحاول انك تسوي نفسك فاهم ولا ترى بيطيرونك قلت له اخوي اقدر اقابلك في كافي وتفهمني وش اللي صاير قال لي خلاص ابشر حدد وقت وكلنا في منطقه واحده نتقابل عادي يقول خالد والله واطلع الكافي واقابله سلام عليكم عليكم السلام يا ولد صاير وش موضوع الشركه ذي قال والله انا ما اعرف وش السالفه وش اللي صاير قال انا ترى صار لي نفس السيناريو اللي صار لك بالضبط جوني عساكر وحققوا معاي في الدور الثالث وثبتوا علي تهمه اني انا اللي مخترق وانا اللي سارق المعلومات ويقولون الاي بي حقك طالع عندنا قلت له ايه نفس اللي صار لي بالضبط قال لي اسمعني يقول خلوني اوقع ورقه الاستقالة بنفسي وطلعت من ذاك اليوم ولا رجعت من الشركة والآن هذا أنا قاعد أقدم على وظائف طبعا الشخص اللي قاعد يكلم خالد هذا اسمه فهد قال خالد الفهد اسمعني أنا الله يسلمك دخلت الدارك ويب وحصلت معلومات الشركة حقتنا محطوطة في الدارك ويب للبيع قال لو نعرف منه الشخص اللي يبيع المعلومات هذه صدقني راح نصير أغنية ونقدر نطرد هذا الشخص من الشركة قال فهد والله فكرة مو بشينة وكيف دخلت وش الأسلوب تراني أنا والله ما أعرف الدارك ويب واجد قام يشرح لخالد كل شيء نعرف واحد اسمه فد وفد قال له كذا يتواصل مع شخص اسمه ريو، وهذا ريو شخص يتعاملون معاه الفدراليين ومختص في الاختراق بشكل مخيف، قال خلاص اجل انا معك وعلمني وش اللي يصير معك، قلت له لأ ابد لا تشيل هم وبعلمك بكل شيء جديد. المهم يقول خالد في اليوم الثاني الا توصلني رساله، والرساله هذه كان موجزها رساله تهديد، يقول التهديد هذا مخيف لابعد درجه، يقول موجز الرساله يقول انا وصلت لك قبل ما انت توصلني، ولكن اذا استمريت في ملاحقتي راح اتعامل معك تعامل ثاني، يقول هذا موجز الرساله والنص المكتوب، يقول بعدها كذا خمس دقائق او عشر دقائق الا يرسل لي صوره وجهي ويرسل صوره السواق الخاص فيني وصار يعطي تفاصيل عني يقولي انك انت شخص اصلا مقعد وانك انت ما تتحرك وانك انت عملت في احد الشركات المخصصه للصناعات الحربيه فخلي الموضوع يوصل هنا قبل ما خليك تفقد حياتك يقول خالد بعد ما قريت الرسالة أنا خفت خفت مرة 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 هذا شلون وصلني وش الأسلوب اللي جاه فيه وكيف وصل نفس جهازي هذا موضوع مخيف وشكل الهكر هذا مو طبيعي وأنا في ذا اللحظة أصلا قاعد أنتظر مين قاعد أنتظر ريو يرسل لي المعلومات المخصصة للشخص اللي يعرض المعلومات هذه إذا قدر يجيبها حرفيا راح تنحل أشياء كثيرة يقول بعدها بيومين إلا يجيني اتصال والاتصال هذا برقم يعني ثابت رقم حكومي سلام عليكم عليكم السلام هلا والله يقول من الص صوت كأني عرفت الشخص اللي يكلمني صارت يا جماعه الخير الشخص اللي يكلمه اسماء اللي كانت معاه في الشركه القديمه قالت السلام عليكم خالد كيف حالك طيب قالت والله يا خالد ادري انك ممكن مظلوم وانك كنت حاولت تساعدنا ولكن ما ادري وش صار معكم وما ادري كيف اصلا حاله واسمك مع العلم بعد ما انفصلت ترى قلت لهم قلت لهم حرام عليكم ترى خالد هو اللي ساعدني هو اللي حاول يكشف من الشخص اللي قاعد يخترق الشركه كيف ثبتوا على خالد انه هو الشخص المتهم يقول خالد وهي قاعده تتكلم مع العلم انا كنت شاك في فيها شوي يا ولد الحين هذه جايه تدافع عني وتقول اني انا شخص مظلوم فاكيد ان الشخص هذا طيب وصدق يبغى يوقف معي طبعا خلوني اعطيكم معلومه عن اسماء اسماء هذه بنت كبيره في العمر شوي يعني اكبر من خالد ب14 او 15 سنه عمرها يوصل في ال40 وخالد توه في عمر ال23 22 وعشرين وعشرين. قالت لا اسمع يا خالد ابغى اتقابل معاك في المكتب حقي لازم تجيني ضروري وابغى اجلس واسولف معاك واشوف ايش صار عليك واي شيء تبغاه انا مستعده للمساعده وقالت ترى عندي علاقات كبيره في الشركات الثانيه واقدر أمد يد يقول خالد يوم سمعت الكلام كذا قلت والله ممكن في فرصه اني اتواصل مع اسماء واتواصل مع الشخص اللي موجود في الدارك ويب اذا اعطاني المعلومات اجي اقولها لاسماء وهي اللي تروح تحارب الشخص اللي جوا الشركه فانا وصلت يعني زي ما تقول الطرف خيط راح يساعدني قدام يقول المهم خدت من اسماء موعد اقابلها فيها في مكتبها وعندها مكتب بعيد عن البرج في مكان ثاني والمكتب هذا خاص فيها وفي اعمالها يقول المهم والله واطلع واقول ما السواق ودني لين عند المكان اللي فيه اسماء وبعد ما نطلع من اسماء نبغى نمر الدكتور واطلع على طول مباشره لين عند اسماء وقابلها في مكتبها مرحبا اهلا وسهلا هلا والله خالد كيف حالك طيب والله اللي صار لك انه حزني وانه تعبني واني والله العظيم اني اقول لهم اقول يا اخي خالد ما في اي ادنى شكه خالد شخص كويس كان بيوقف معنا يقول خالد المهم قلت لها اسمع يا اسماء انا دخلت على الدارك ويب وحصلت شخص عارض معلومات الشركه داخل الدارك ويب واسمه اي ام سي والشخص هذا ما ادري منه ولكن ان شاء الله اني راح ابحث عنه وابغاك تساعديني في هذا الشيء اذا حصلناه نبغى نطلعه من الشركة، والشيء الثاني انا وصلتني رسالة تهديد في الايام اللي فاتت، شخص قاعد يهددني بحياتي وعنده كل معلوماتي وعنده صور لوجهي وعنده تفاصيل كثيرة، قالت لي شلون؟ ومن هو ذا الشخص؟ قلت هذا الشخص جاني بعد ما صرت ابحث عن الشخص اللي يبيع المعلومات في الدار كويب، فاكيد انه عرفني، والمهم يا اسماء وقبلها بيوم قابلت شخص كان موظف عندكم في الشركة وطردتوه من الشركة وكانت مشكلته نفس مشكلتي، يعني مو معقول يا اخي، اثنين يتكررون بنفس المشكلة مو معقولة، قالت اسماء انا بشوف الموضوع ولكن علمني وصار من ذا اللي قاعد يهدد قلت المهم انه قاعد يهدد حياتي وعنده صور لي يقول اصرت عليه اسماء وقالت لي اسمع بما ان الموضوع ياثر عليك انت شخصيا وعلى صحتك فحاول تبتعد عنه ولا تقرب وانا ان شاء الله راح اضبطك في احد الشركات وتشتغل معهم ولكن حاول تنسى هذا الموضوع لان ذول الناس خطيره ممكن يوم من الايام يوصلونك للبيت قلت لها يصير خير ان شاء الله وراح اعلمك وش الاشياء الجديده اللي راح تصير يقول خالد المهم اطلع من عندها واروح المستشفى وقابل الدكتور قال لي خالد ترى امورك ممتازه خلال الايام الايام الجايه ترى ممكن تقدر تمشي وابغاك تتعود من الان على السياج اللي نتمرن عليه دائما اللي هو سياج اوقف عليه واحط يدي وطق طق 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 لين امشي وترى امورك زينه فلعد تعتمد على الكرسي في الايام الجايه يقول المهم فرحت فرح شديد وصدق انا الاحظ وانا قاعد في البيت صرت اقدر اوقف شوي وامشي حبه حبتين بعد اتعب ولكن تحركاتي واطرافي صارت شغاله وطلعت من المستشفى ورجعت البيت وقلت خلني اتواصل مع فد واقول له وش السالفه اللي صارت لي وش الاحداثيات الجديده وصرت اكلم فد واقول له اسمع يا فد صار كذا 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 وصار الموضوع كذا وصار كذا وقلت لا انهم عرفوا بيتي وعرفوا اسمي قال لي يعني دقيقه دقيقه خالد انت شو مسمي اسمك او اسم حسابك داخل الدارك ويب قلت مسميه باسمي واسم عائلتي يقول قال لي فد يا غبي يا غبي هذا اكبر خطا تسويه يقول انا تعتقد ان اسمي في اي دي لازم تحط لك رموز فاكيد انه عرف من انت وهذا الشخص اكيد يعرف على طول تواصل معك وش هو من باب الطاقه يخترق يوصلك على طول لا اكيد الموضوع هذا ان في شخص عرف اسمك او قرا اسمك وعرف انك تبغى توصل لش الشخص هذا اللي اسمه اي ام سي فاكيد وصلوا لك السرعه قلت له والله يا فيد ما كنت منتبه على الموضوع ذا بشكل كبير وما كنت ادري ان اسمي يظهر للكل قال لي لا انتبه هذا المجال لا تحط له اسمك ولا تاريخ ميلادك ولا يعرفون هويتك ولا يعرفون عنك اي شيء يقول يعرفون عنك في الحياه الواقعيه بكيفهم ولكن في السوشيال ميديا او في اي حساب لك حاول تخفي اسمك ولا حد يعرفه قلت له زين وش تبيني اسوي قال احذف الان حسابك وسوي حساب ثاني وحط لك اي اسم مستعار تمشي عليه قلت له زين، صدق واحذف حسابي واسوي حساب ثاني وعود اتواصل الله يسلمكم مع ريو واقول ان هذا حسابي لا وهذا الحساب هو حسابي الجديد تواصل معي هنا. يقول ارسلت الرساله هذا ريو وأنتظر يرد علي. يقول مره اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، ريو لحد الان ما رد علي ولا رجع يقول لي اي شيء عن اي ام سي، وارجع اتواصل مع فيد واقول له الموضوع، مثل ترى ريو ما تواصل معي ولا عاد قال لي اي شيء، وينه مختفي؟ قال لي دقيقه ولا أسمع صوت الكيبورد طق 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 قال لي اسمع يا خالد، يقولون ان ريو اختفى. وله فتره ما هو اونلاين واتوقع انه صار له شيء شخصي ننتظر عليه خلال الايام هذه الجايه اذا رد زين على زين واذا ما رد الله يعينك بعدين شوي قال لي فيد يا اخي بقتر عليك اقتراح ليه ما تتعلم انت اسلوب التتبع والادله الجنائيه في الجرائم اللي تكون في الانترنت صدق ترى في جرائم تكون على الانترنت ولها ادله جنائيه يا جماعه الخير يجون ناس مختصين في الامن السبراني يراقبون كل شيء سويته من الى يعرفون من وين طلع الباكت هذا او طلعت البيانات هذه من هنا لين وين ويتصيدونها ويعرفون من الشخص هذا إذا طيب هذا كيف درسة. قال شوف لك احد المختصين وادرس تحت يده وخلي يعلمك كل شيء بخصوص هذا المجال يقول خالد والله صرت ابحث عن مختصين يعلموني في ذا المجال يقول وحصل لي احد الدكاتره يقدم هذه الدورات والدورات هذه تكون برايفت يعني دورات خاصه واتواصل معاه ويطلب مني مبلغ قوي وقال لي الدوره هذه مدتها راح تكون شهر ونص ولكن راح تكون عندي كل يوم مده اربع ساعات اعلمك فيها قلت له ابد ما عندك مشكله وراح ابدا معاك من اليوم المهم خالد بدا يتخلص من العربيه يا جماعه الخير وصار شخص طبيعي يمارس حياته ولكن يتعب ويجلس بعض الاحيان يقول رحت للرجال هذا وصرت اتعلم عنده وصار يعلمني كيف اتبع كل شيء يطلع من الانترنت لين يوصل للسيرفر علمني كل ما لذ وطاب في هذا التخصص وصرت متمرس فيه بشكل كبير يقول الناس اللي كانوا يهدوني قبل ما عاد صاروا يرسلون والامور هدت شوي وريو هدى يقول عاد صرت اشوف ريو ولا كلمني خلال الشهر هذا يقول المهم اني وصلت لمرحله مره قويه في تتبع البيانات صرت اعرف هذا من وين طالع وهذا من وين طالع وهذا الشيء من وين طالع قلت خلني اتواصل اتواصل مع اسماء ابغاها توصلني للشركه وابغى اعرف واتبع البيانات اللي قاعده تطلع من الشركه وش قاعد يصير فيها وابغى اشوف كاميرات المراقبه وكل شيء موجود في الشركه اذا اسماء صدق تبغى تساعدني بتساعدني من هذه الناحيه يقول والله وطلع الجوال طي واتصل على اسماء مرحبا اسماء كيف حالك طيبه اسماء انا راح اقابلك اليوم ابغاك موضوع ضروري قالت لي ابد زين حياك الله واروح عند اسماء في مكتبها واشرح لها السالفه وقلت اني انا الان ناوي اتبع كل شيء في الشركه وابغى اطلع لك من الشخص اللي كان يخترق المعلومات يقول قالت لي اسماء والله ترى ما أقدر. قالت لي اسماء مو انا قايلت لك انسى هذا الموضوع ترى ما اقدر ادخلك على نظام الشركه قلت لها خلاص زين يعطيك العافيه يقول انا بديت اشك في اسماء شوي يقول انا بديت اتخاذل من اسماء قلت مالي الا اوقف على هذا الموضوع بنفسي يقول واروح لشركتنا ذاك اليوم الساعه 3 الفجر كيف راح ادخل الشركه يقول في المبنى نفسه حق البرج في حق قهوه تحت وحق القهوه هذا تبع النظام وعنده شاشه مشبوك فيها كيبل الشبكه فاقدر اوصل للشركه عن طريق الكيبل هذا ولكن لازم اتفق مع راعي الكافي انه يسمح لي اني استخدم جهازي عنده وبجي على الساعة 3 الفجر، من بيفتح الساعة 3 الفجر؟ المهم كانت معي البطاقات القديمة ما سلمتها، حقت الدخول والخروج، ولكنها ترى ما تدخلني لما اضربها ما تدخلني، ما منها اي فائدة، ولكن وجودها معي راح يساعدني اني انا ادخل البرج بطريقة احتيالية، قلت ذاك اليوم لازم اتصل على فهد، فهد ذاك اللي قابلته وقال انا كنت شغال من زمان عندهم وطردوني، قلت له فهد جاء الوقت اللي ننتقم فيه، تساعدني ولا ما راح تساعدني قال انا معاك باللي تبي يقول خالد والله ونطلع للبرج انا وفهد على الساعه ثلاث يقول على الساعه ثلاث نفس حق الشاي هذا يجي يجهز كل امور الشاي والاشياء اللي عنده ويجهز الاكل والسندوتشات والبوفيه المفتوح وكل شيء فقيت الباب عليه الا في واحد يطل مع القزازة المربع يناظر شوي فتح الباب قال نعم قلت له معليش انا البطاقه حقتي ما دخلتني أبغى ادخل من عندك الفوق قال لي ما اقدر لازم تدخل من هناك ما ادري ايش قلت له يا ابن الحلال هذه البطاقه حقتي ما اقدر اسوي شيء ابغاك تساعدني اني ادخل قال لي لا ما اقدر راح ادخل مع البوابه غيره ما اقدر افيدك قلت له خلاص زين وارجع الفهد يا جماعه الخير واقول له اسمع في طريقه ان نسرق شفره الباب ونحطها في جهاز اللي هي الان اف سي قلت له ايوه كيف نسرقها قال بعلم يبغالنا نوصل بطاقة احد المسؤولين الموجودين جوا المبنى قلت له شلون قال من تعرف جوا المبنى قلت له انا تواصلت معي الاستاذ اسماء داخل المبنى وي الشخص المسؤول في هذا المكان كامل قال لي زين اجل اعطاني جهاز صغير قال لي اسمع الجهاز هذا لازم تحطه على البطاقه حقت اسماء وراح يسحب الموجه اللي ترسلها البطاقه وراح يخزنها عنده ويحتفظ فيها وبعدين نجيب هذا جهاز ونمسح على الباب وينفتح قلت والله المهمه خطيره شوي بس بسويها يقول رحت ذاك اليوم لاسماء بالعربيه وانا اصلا صرت امشي ولكن ما تدري اني امشي يقول انا بالعاده اذا دخلت عند الاستاذة اسماء وش تسوي تقعد بعدين تروح ورا تصلح شاهي وبعدين تيجي يقول قعدت على العربيه اللي هي رجعت على ورا اول ما رجعت على ورا اخذت الجهاز وطبعا هي إيه ما تشوفني نهائيا لان تروح كذا من ورا الجدار وتمشي سيده يقول اخذت الجهاز هذا ورحت عند شنطتها ادور البطاقه وامسح يقول يوم مسحتها الا الجهاز سحب كل الموجات المغناطيسيه اللي يجي ممغنطه البطاقه هذه، يقول مم مع السادة اسماء واقول ابغاك تبحثين لي عن وظيفه والى اخره، يقول مم قضيت الوقت وطلعت من عنده وكلمت فهد، قلت له فهد السلام عليكم كيف حالك طيب؟ ابشرك ترى سحبت المعلومات المخصصه للبطاقه، متى تبينا ندخل؟ قال لي اليوم لو تبي ندخل، قلت له تم، طبعا الجهاز هذا ينسخ البطاقه كامله، واذا جاء يفتح الباب هناك يقول ان اللي فتح الباب هناك اسماء، المهم ويطلعون يروحون لين البرج حقهم، يوصلون عند البوابه ويدخلون بالسياره، ويفتح فتح البوابة أهلا أسماء تفضلي واللي في السيارة مين خالد وفهد المهم يدخلون خالد وفهد ويوصلون لين الدور العشرين اللي فيه الداتا الأم اللي فيه كل شيء مسموح المهم قفوا الكاميرات من تحت ودخلوا فوق وصلوا لين الدور العشرين ويشبكون الجهاز حقهم ويقعدون على الجهاز هذا ما يقارب ساعتين يقول فحصنا الأيبيات فحصنا كل مكان وعرفنا منه البلاء والسبب الأكبر في هذه الجرائم اللي قاعدة تصير في الشركة يقول بعد ما عرفنا أصلا انصدمنا كنا شلون وصلت فيه القوة إنه يوصل هذه مرحلة. صارت يا جماعة الخير المعلومات اللي قاعدة تنسحب بعد ما تتبعناها كلها تجي عن طريق الاستاذة أسماء هي اللي تسحب المعلومات عن طريق اجهزتنا صار النظام عندهم تقدر تتحكم المشرفه اللي فوقهم بالاجهزه عن بعد يعني تقدر تفتح جهازي وتخليني كني انا قاعد اشتغل على الجهاز وانا ماني قاعد اشتغل يقول طلعنا التسجيلات وسجلنا التسجيلات وتحركات الشاشه في ذاك اليوم يقول والزين ان الكاميرا اللي عند الباب قاعده تناظر جهازي اللي كنت اشتغل فيه قبل وصرنا نرجع في التاريخ نرجع في التاريخ لين تاريخ مباشرتي في الدوام وقبل موعد اتهامي من الشركه يقول لاحظنا الكاميرا اللي قاعده تسجله ما في شخص ولكن اللي عنده أسماء في الكمبيوتر اللي هو تصوير الشاشة كان يسجل إني أنا قاعد أتحرك بالجهاز وقاعد أهرب المعلومات هذه، يقول أنا انجنيت بعد ما شفت هذا الشيء كله وانصدمت من الأستاذة أسماء وبديت أيقن الأستاذة أسماء هي الشخص اللي أرسلت التهديدات لي للبيت، يقول المهم بعد ما جمعنا الأدلة هذه أنا وفهد ولقينا دليل الإدانة اللي راح يدينهم، وصار فهد برضو يبحث عن الدليل اللي يثبت براءته ويثبت على الأستاذة أسماء أنها هي اللي سوت هذا كله، وصدق ويرجع ويحصل نفس الطريقة أن الأستاذة أسماء سوت نفس الاسلوب بالضبط، المهم سجلوا الادلات كلها وكتبوها وسجلوها على ورق، ونقلوا المقاطع وتسجيلات الكاميرا على فلاشه، يقول خالد ونطلع من الشركه وننزل على تحت ونركب سيارتنا ونطلع، يقول خالد سوينا هذه المهمه بدون ما نحرك ولا شيء ومستحيل يشكون فينا نهائيا ومستحيل يشكون في اي واحد داخل الشركه، ولكن الان عشان اثبت على الاستاذه اسماء انها هي المجرمه الكبيره لازم ريو يرد علي ويعلمني من الشخص اللي عارض المعلومات داخل الدارك ويب، لو ثبتت على الاستاذه اسماء حرفيا الاستاذة اسماء راح تطيح في مشكلة كبيرة مرة يقول مم اتواصل مع ريو اتواصل مع ريو قعدت ما يقارب ثلاث شهور وريو ما يرد علي رحت قلت ميد فيد هل تعرف شخص قريب من ريو قال لي ايه في شخص معروف عند ريو وعطاني اسمه وتفاصيله وحسابه صرت اتواصل معاه وقلت له اني ابغى ريو في مهمة خيرية والمعروف عن ريو انها تساعد في المهمات الخيرية قال لي اسمع انا ابغى اتقابل معاك ولكن وين اقابلك وعلمك ريو وصار صار عليه قلت له زين المهم صار الشخص هذا يبعد عنه ما يقارب 600 كيلو يقول والله ونطلع انا وفهد ليه من منطقة هذا الشخص ونقابل أهلا وسهلا كيف الحال طيب الحمد لله قال والله الحمد لله بخير ولكن ترى ريو مختفي والواضح أنه جتها تهديدات مرة كبيرة والتهديدات هذه وصلت أنها تهدد حياته وعلى فكرة ريو تحسبونه ولد صح قلنا إيه قال لا ترى ريو بنت اعرف انه مشهور ووصل مرحله مره كبيره في مجال الامن السبراني يقول ولكن عنده مشكله ما ادري وش قلت له طيب تقدر تخلينا نقابل ريو نبغى ناخذ منه الموضوع بنفسه نبغى يعلمنا منه اي ام سي اللي كان عارض المعلومات في الدارك ويب واحنا شخص نبغى نثبت على المجرمين اللي عندنا قال لي زين ولكن راح اتواصل مع ريو في البدايه واعلم كلم ريو كذا ابو نص ساعه قال ريو جاهز يقابلكم صدق ونروح يا جماعه الخير ريو الا صدق صارت بنت يقول بنت ذي مو طبيعيه بنت داهيه يقول سالتها قلت لي انت مخفيه شخصية وعايشه كانك رجال يقول قالت اني انا يوم كنت حاطه ان حسابي بنت وعندي خبرات ما كان احد يؤمن فيني، وانا عندي خبرات مره كبيره في ذا المجال، ولكن يوم غيرت شخصيه رجال صاروا يثقون فيني بشكل اكبر، يقول مع العلم ان في ناس بنات في هذا المجال مره كويسين ولكن يتخفون باسماء رجال. قلت لها اسمعي يا ريو ولا قاطع كلامي قلت لها انا يا ريو صارت لي مشكله والمشكله اني ابغى اوصل للشخص اللي اسمه اي ام قالت اي انا وصلتني تهديدات ولكن ترى التهديدات ما دخل في اي ام سي. انا والله اتبعت اي ام ولكن ما ادري من هو بالضبط. هذا الشخص وحددتنا منطقة موجودة على الخريطه يقول انه موجود في هذا المكان وانه برضو يعمل داخل هذا المكان ما قدرت اوصل كاميراته ما قدرت اوصل بطاقته ما قدرت اوصل لهوياته كل شيء مخفي قلت وين بالضبط حددت لي الموقع والاي بي حق الشخص اللي عارض السلعه داخل الدارك ويب يوم ورث التفاصيل هذه الخالد انهب الخالد المكان اللي عرض المعلومات داخل الدارك ويب كان مكتب اسماء نفسها يعني هنا ثبتوا على اسماء انها هي المجرم الكبير اللي موجود داخل الشركه وسجلوا خالد وفهد كل شيء وحطوه كله داخل السجلات. عشان يرفعون قضية على اسماء. المهم. الان كيف راح يرفعون قضية? لازم يروحون يكلمون الشرطة في البداية. الحكومة تكون عندها معرفة بهذا الشيء بعد تسوي استدعاء الاسماء. يقول المهم رحت مركز الشرطة وصرت اكلمهم وحولوني على قسم حق تقنية المعلومات او بما شابه ورحت وعرضت عليهم كل شيء. يقول نفس المختص اللي قاعد يتكلم يقول لي والله انك عجيب. يقول والله انك عجيب لانك صملت في هذا الموضوع وما اتركته يمر كذا هباء منثورا قال لي خلاص الامور اللي عندنا والادله اللي سلمتها خلاص في محلها قلت له يعني الان راح تقبضون خلاص على اسماء قال لي لا الموضوع مو كذا الموضوع ان الحكومه راح تاخذ مجراه وراح نرفع هذا التعميم الى رئيسنا وهو يوقع على هذا الشيء وبعد ما يوقع لازم تطلع فرقه وهذه الفرقه تكون فرقه مخصصه للتحقيق ولازم يصدون اسماء متلبسه قلت له زين صدق وانتظر يومين وارجع لنفس القسم اللي رافع فيه البلاغ وادخل عليهم واسالهم عن الموضوع وش صار عليه قالوا لي خلاص وافق الرئيس وراح نسوي لها كمين قلت له خلاص زين ضباط التحقيقات وش سووا راحوا وزرعوا كاميرات في نفس المكان اللي داوم فيه اسماء والكاميرات هذه سريه وسووا مراقبه على الجهاز حق اسماء بالضبط وصاروا يراقبون تحركاتها وتحركات الشاشه عندها والمراقبه هذه راح تستمر لمده اسبوع يقول في يوم من الايام دخلت اسماء المكتب وحرفيا على نفس النظام تيجي الساعه اربعة وطحوا على اسماء في ذاك اليوم متلبسه قاعده تتحكم باجهزه الموظفين داخل القسم وترفع المعلومات عن عشان ما يجي في وجهها اي شيء والحكومه قاعده تسجل هذا كله بعد يومين اعلنوا انه تم القبض على اسماء بتهمه انها هي تبيع معلومات حساسه وكرموا خالد بشهاده انه قدر يكافح عمليه الاحتيال هذه وبعد ايام الا الشركات صارت تتهاتف على خالد يبغونه يشتغل معهم لان اسمه صار كبير ولهنا حبيبي عزيز متابع وصلت نهاية قصة اليوم أتمنى أني توفقت في طرح هذه القصة وعطنا رأيك تحت في الكومنتات وأشوفكم في قصة ثانية سلام